أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد. اختارنا لكم أبرز الأخبار الصحفية في صحفنا لهذا اليوم وإلى العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يدشن غدا الأربعاء عددا من المشروعات المائية لخدمة ضيوف الرحمن. اللائحة الجديدة لسلم المعلمين والمعلمات ترفع الإقبال على الدورات الصيفية. مجلس الشورى يطالب ببوابة واحدة لمنصات التوظيف الحكومي. نبدأ ملفاتنا الصحفية، حيث تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يدشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بعد غد الأربعاء عدد من المشروعات المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال تزامنا مع موسم الحج هذا العام. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المائية 6 الكبرى تهدف إلى توفير مزيدا من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة وسكان مكة المكرمة. الحديث أكثر رحب بضيوفي الكرام في الاستديو الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. مرحبا دكتور تركي. أهلا وسهلا فيك وبالزميل أيضا حامد الرفاعي من صحيفة المدينة. يا أهلا فيك. وأيضا من جدة عبر القناة الصناعية من جدة الأستاذ حامد الرفاعي الصحفي في صحيفة المدينة. مرحبا أستاذ حامد. مرحبا بك وبالدكتور تركي وبالمشاهدين. يا أهلا فيكم جميعا. بداية نبدأ معك دكتور تركي، يعني تدشين مشاريع مائية بقيمة 3 مليار ريال بمكة المكرمة تزامنا مع موسم حج هذا العام. هذا الحجم وهذا الحدث الكبير وهذه المشروعات الضخمة، دائما قبل أي موسم حج هناك مشاريع ضخمة، هناك تجديد في الحج، هناك تطور ملحوظ حتى يستفيد ليس على مستوى الحجات حتى أيضا سكان منطقة المكرمة وحتى قاصدي العمراء الموسم المقبل. تعليقك على هذا الحدث؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المشاريع في مكة المكرمة ليست بمستغربة، ولا شك أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن تقدم كافة الخدمات وكافة التسهيلات للحجاج وللمعتمرين وأيضا لسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين. فلذلك دائما نحن نرى مثل هذه المشاريع تتوالى عام بعد عام، ونرى مثل هذه الخدمات تتطور عام بعد عام، والمملكة حريصة كل الحرص على أن يعني تقدم كل ما من شأنه أن تسهل خدمة الحجيج والمعتمرين. ولا شك أنه التوقيت جدا مناسب، تعرف مكة المكرمة الله يشرفها يفد لها تقريبا ما يقارب من أكثر من 2 مليون إلى 3 مليون حاج سنويا، فتعترف احتياجهم من الماء واحتياجهم من الخدمات الأخرى. صحيح. يكاد يكون احتياج ملح، والمملكة العربية السعودية دائما دائما تحرص كل الحرص على أن توفر كل هذه الخدمات قبل موسم الحج، وتوفرها بوقت كافي، وترى المملكة أنه هذا واجب عليها. ولا شك أنه خدمة الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين هو واجب تراه المملكة ويراه القادة. جميل. قادتنا يعني. فبالتالي هذا مشروع كبير، وأعتقد أنه ممكن
أن يستفيد منها الحجاج والمعتمرين وسكان مكة من المواطنين والمقيمين. جميل جدا. وإن شاء الله بإذن الله نرى هذا المشروع إن شاء الله نرى ثماره إن شاء الله قريبة بإذن الله. بمشيئة الله. أستاذ حمد، يعني أهمية مشاريع المياه الست الكبرى التي تنفذ من خلال القطاع الخاص وفقا يمكن لأحداث لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع على ماذا يدل؟ أولا هذه المشاريع التي تتم برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية تدل على اهتمام القيادة السعودية بكل ما يرتبط بضيوف الرحمن. عودة إلى سؤالك بخصوص مشاركة القطاع الخاص بمثل هذه المشاريع، أولا أن مشاركة القطاع الخاص هو دليل على تواجد القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع، وأيضا تفاعله مع اهتمام القيادة السعودية. نحن نلاحظ أن القطاع الخاص خلال الفترة الماضية يحظى باهتمام ويحظى أيضا بدعم من القيادة السعودية، وهو يتفاعل مع هذه المبادرات من خلال المشاركة. أيضا سوف يدل هذا المشروع على مواصلة المملكة العربية السعودية لتوفير الإمدادات والمصادر المرتبطة بالمياه لحجاج بيت الله وأيضا لسكان مكة المكرمة. لا ننسى أيضا أن المملكة العربية السعودية تواصل اهتمامها بكل ما يرتبط بضيوف الرحمن، مشاريع بجميع الجوانب وبجميع المجالات، سواء مرتبطة بالمياه، سواء بالصحة، سواء بالخدمات الاجتماعية. أيضا شاهدنا خلال الفترة الماضية أن الأجواء في المملكة وفي الدول المجاورة هي توافق وتتزامن مع حج هذا العام بأجواء عادة تكون حارة، ومن البديهي أن تكون مصادر المياه متوفرة. جميل. وهذا ما تحرص عليه المملكة العربية السعودية. جميل جدا. دكتور تركي، يعني من مبادرات يعني طموح هذا العام هي مبادرة طريق مكة الهادفة لارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم، وهذا يمكن من أحد برامج رؤية المملكة 2030. لما نشاهد يعني هذه البرامج، يعني رؤية المملكة 2030 تعمل يعني ليس سبق الأوان في 2030 أو في 2020، نشاهد بعض البرامج يعني أصبحت برامج الرؤية تعمل من الآن. هذا ندل على شيء، فهو يدل على نجاح رؤية المملكة 2030. منذ بدأت الرؤية ومنذ بدأ عراب الرؤية صاحب سمو الملك محمد بن سلمان ولي العهد، منذ بدأ يطرح هذه الرؤية بدأت هنالك يعني لجان، شكلت لجان وشكلت العديد من فرق العمل لتفعيل هذه الرؤية، ونحن نرى الآن أننا نسير وفق هذه الرؤية. كثير من المشاريع تم تبنيها بناء على هذه الرؤية، كثير من الإنجازات تحققت بناء على هذه الرؤية، فلذلك هذا الدليل على أن هذه الرؤية رؤية مدروسة، رؤية تسير بخطى واثقة وثابتة، ورؤية تدل على أن القادم أجمل، تدل على أنه بالفعل بإذن الله خلال 2030 سوف تكون المملكة العربية السعودية دولة أخرى، سوف تكون هنالك نقلات نوعية. صحيح. اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، يعني من كل الجوانب وفي كل المجالات. الرؤية هذه رؤية شاملة وليست رؤية جزئية. جميل جدا. نحن حقيقة متفائلون بهذه الرؤية. جميل. وهذا التفاؤل مبني على المعطيات التي نراها الآن، أنها تحقق جزء كبير من الرؤية. صحيح. بدأ يتحقق الآن قبل وصولنا إلى 2030. جميل جدا. أستاذ حامد، يعني بما أن وزارة الحج والعمرة طورت هذا العام يعني خدمات تقنية وسهلت إجراءات الكثير من الحجاج، يعني كيف تثمن دور القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن؟ كما أسلفت، الاهتمام متواصل ومتزايد. الآن نشاهد تغيير كامل في مفهوم خدمة الحجاج والمعتمرين. نلاحظ أن هذا المفهوم تحول من الخدمة التقليدية إلى الخدمة الإلكترونية، وفي ذلك تسهيل على هؤلاء الحجاج. نحن نتحدث عن حجاج بيت الله، سواء حجاج الداخل أو حجاج الخارج. من خلال هذه الخدمات التي تطالعنا بها وسائل الإعلام والتي تبين الاهتمام المتواصل، نلاحظ العديد من هذه الخدمات سهلت هذه الخدمات لحجاج بيت الله، سواء نتحدث عن
المسار الإلكتروني أو غيرها من المسارات الأخرى المرتبطة بخدمة التأشيرات وخدمة تسهيل الأمتعة وغيرها من الخدمات الأخرى. جميل جدا. ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الوطن قالت فيه أن اللائحة الجديدة لسلم المعلمين والمعلمات التي أعلنتها وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي قلبت واقع الإقبال على الدورات الصيفية. تزايد عدد المنضمين للدورات من مطلع الأسبوع الجاري إلى نحو 40% مقارنة بالأسابيع السابقة على إعلان اللائحة، إذ تم ربط الحصول على درجة النمو المعرفي السنوي مع بطاقة الأداء الوظيفي بالحصول على برامج معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التابع للوزارة. دكتور سركي، يعني تزايد عدد المنضمين للدورات الصيفية مع إعلان اللائحة الجديدة يعني وسلم المعلمين والمعلمات نحو 40%، هناك يمكن في بعضهم قالوا يعني لن يكون هناك إقبال كبير، ولكن هناك 40%. طبعا وضع المعلم أو وضع المعلمين عموما، حقيقة المعلم حريص كل الحرص على أن يعني يطور من معلوماته ويثري من خبراته ومن تجاربه، وقد يكون هذه الدورات أيضا فيها منفعة وفائدة، وقد تكون هذه الدورات اشتراطية للتفاضل بين المعلمين في مسألة العلاوات والترقيات. فلذلك أنا أعتقد أنه أي برامج سواء كان دورات تدريبية ولا سواء كان ورش عمل من شأنها أن تطور من مهارات المعلمين وأن تنمي من معارفهم وأن أيضا تزيد من خبراتهم. طيب لا شك أن هذا ينعكس إيجابا على تحصيلهم، طيب أو ينعكس إيجابا على عملهم في السلك، طيب في سلك التعليم. طيب دكتور تركي، في نقاط معينة دائما ملف أو التعليم لدينا في يعني في المملكة خاصة ملف التعليم أو المعلمين دوما ودائما، أي وزير أو أي شاهد هناك بيروقراطية في التعامل مع المعلمين. هذا ليس حديث، يمكن بعض حديث المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في بعضهم بين مؤيد وبين يعني في كل هناك المفروض تعطونا حقوق يعني أفضل من هذه الدورات. أنا أقول لك المشكلة أحيانا قد تكمن في عدم وجود نظام يعني ثابت، ما في نظام واضح، يعني قد يأتي كل وزير يأتي وهو يأتي بأفكار جديدة، يأتي بمشاريع جديدة، وقد يأتي وزير جديد وأحيانا يلغي ما بدأه الوزير السابق. فلذلك انعدام النظام، يعني ما لا يوجد سيستم واضح بحيث أنه يتغير الوزير لكن يبقى النظام نظام. فهذه هي المشكلة، أنه اجتهادات كثيرة تحصل في وزارة التعليم، مقترحات كثيرة تحصل في وزارة التعليم، ووزير التعليم أحيانا قد لا يكمل فترته في الوزارة، وبالتالي تتعرقل المشاريع التي تبناها أو طرحها. جميل. فلو كان في نظام واضح، بمعنى لو تغير الوزير أو تغير وكلاء الوزارة بس يظل النظام ثابت صحيح ويسير عليه الكل، يعني فقد تكون هذه هي المشكلة. جميل جدا. أستاذ حامد، يعني مثل من الأهداف التي تسعى لها وزارة التعليم هذا الجانب الابتعاث الخارجي، مرحلة الماجستير والدكتوراه، وكذلك الترشيح للتدريس في الخارج. لما نشاهد هناك أهداف للوزارة مثل ما ذكر الدكتور تركي، يعني هناك ضبابية، هناك عدم وجود نظام محدد للمعلمين، تعليقك. جزئيا أتفق مع الدكتور تركي فيما ذكره، ولكن لنكن منصفين، الآن وزارة التعليم تخطو خطوات متسارعة في النجاحات. خلال السنتين الماضية لو تحدثنا عن موضوع الدورات الصيفية، بدأت من العام الماضي وكان عدد المشاركين فيها تقريبا 10,000 معلم ومعلمة. الجميل الآن أن هذا العدد بدأ يتزايد كما ذكر في التقرير الصحفي إلى أكثر من 40%. كانت هذه السنة في بدايتها أكثر من 40,000 معلم ومعلم مشاركين في هذه الدورات. هنا يدل على وجود حوافز، نحن نتحدث عن حوافز معنوية وليست مادية، بدءا من حوافز العام الماضي التي كانت مرتبطة، ربطت هذه الدورات بالنقل الخارجي للمعلمين، وأيضا ربطت هذه الدورات بالترشح للقيادة المدرسية. الآن تم زيادة هذه الحوافز ووصلت إلى ربطها بالترقية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من خلال
القرار الأخير المتعلق بتغيير السلم الوظيفي للمعلمين والمعلمات. جميل جدا. أيضا أستاذ حمد في موضوع جميل أستاذ حمد في نقطة معينة، هل بسبب هذه الدورات سوف نشاهد يمكن تطوير التعليم في المستقبل القريب؟ هذا هو الأمل المنشود من مثل هذه الدورات، وهذا ما ذكره منسوبي وزارة التعليم عندما تحدثوا عن أهداف ومخرجات مثل هذه الدورات، هو تطوير كفاءة المعلمين. نحن ليس لدينا شك في أن المعلمين والمعلمات لديهم الكفاءة العالية، ولكن مواكبة لمستجدات العصر الحديث لا بد من وجود مثل هذه الدورات الصيفية. جميل. أيضا لا ننسى أن هذه الدورات تتسم بالمرونة، نتحدث عن مرونة أنها ليست مرتبطة بوجود المعلم في مدينة أو محافظة معينة، المعلم أينما كان في إجازته بإمكانه المشاركة في مثل هذه الدورات الصيفية. جميل جدا. ننتقل إلى ثلاث ملفات صحفية وخبر من صحيفة الرياض، حيث طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز ومشاركة بيانات التوظيف الجهات المختصة، كما أنه يساعد على تعزيز القيم المعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، كما يساعد على توحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج يسر الذي من مهمه إيجاد بوابة إلكترونية متكاملة للتوظيف القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 54 بوابة لا تحقق الهدف. دكتور تركي، يمكن 54 بوابة للتوظيف القطاع الحكومي لكن لا تحقق الهدف، برأيك ما هي أسباب هذا الفشل؟ يعني وجود 450 بوابة، وهل توحيد منصات التوظيف سوف يساهم يعني العدل والشفافية؟ أنا طبعا مع مقترح مجلس الشورى، 450 بوابة للتوظيف لا شك أنها فيها تشتيت للجهود، ولا شك أنها تدل على فوضى عارمة حقيقة في مسألة التوظيف. تخيل إنسان يتقدم على 450 جهة في آن واحد ولا يوظف، فلذلك أنا أرى أنه فعلا مقترح مجلس الشورى مقترح جدير أن يؤخذ بالاعتبار، وأن يعلن تكون فيه منصة وظيفية واحدة بحيث أنه تكون تحت إشراف أيضا جهة معنية بحيث يكون تتحقق ما ننشده من العدالة والشفافية، وأن يكون كل إنسان تقدم وهو مؤهل للوظيفة أن ينال هذه الوظيفة، لأن مشكلة الوظيفة مشكلة حقيقة مقلقة ومزعجة على مستوى المجتمع ككل. لا يوجد منزل ولا يوجد بيت إلا وفيه شاب أو شابة عاطل عن العمل، ومع ذلك قدم الكثير من الجهات عبر هذه المنصات، ولكن للأسف أحيانا لا يوجد، أحيانا حتى لا يوجد رد، يعني مجرد تطنيش وتجاهل كل هؤلاء المتقدمين والمتقدمات. فبالتالي يجب أن تقنن المسألة، يجب أن تقنن المسألة، يجب أن يكون في جدية، يجب أن يكون في يعني شفافية في الموضوع، يجب أن يكون في تفاعل أيضا مع المتقدمين. يعني الطالب أو الطالبة يقدم لوظيفة وبالتالي مصيره تجاهل، يجب أن تكون هنالك منصة واحدة تجمع كل هذه الوظائف الشاغرة تحت مظلة جهة حكومية تراقب هذا الأمر. جميل جدا. أستاذ حامد، يعني هل تتفق ما ذكره دكتور تركي وذلك بتوحيد منصات التوظيف القطاع الحكومي عبر بوابة واحدة أو مقترح مجلس الشورى؟ وهل يعني ما هي يعني الإيجابيات والسلبيات إذا كانت على بوابة واحدة؟ بالفعل لا بد من توحيد الإجراءات، ولعل الإيجابيات أكثر بكثير من وجود سلبيات. عادة كل آلية عمل جديدة لابد أن تكون توجد فيها سلبيات، ولكن سوف يتم تلافيها في من خلال التطوير والتجديد. لو عدنا إلى موضوع وجود بوابة موحدة للتقديم على الوظائف، لا بد أن نقارن ذلك بموضوع التقديم على الدراسات المرتبطة بالمرحلة الجامعية. شاهدنا مرحلة توحيد التقديم والقبول ووجدنا تلافي للعديد من السلبيات. الآن نشاهد الأصوات التي كانت تعلن التضجر من موضوع التقديم ووجود عدم شفافية في الموضوع، الآن بدأت تتلاشى بكثرة. لكن موضوع الوظائف لا بد من إيجاد حلول واقعية لذلك. كما ذكر مجلس الشورى أكثر من 450 بوابة، نحن كإعلاميين وكصحفيين
لا أخفيك سرا أننا عندما نبحث عن إحصائية في بعض الوزارات نتفاجأ بأن بعض المواقع البوابات الإلكترونية لهذه الوزارات قديمة، تتحدث عن أخبار لها 4 أو 5 سنوات ماضية. جميل جدا. ننتقل إلى آخر ملفات الصحفية وخبر من صحيفة الوطن جاء بعنوان وزارات تتجمل بالإحصاءات وتتجاهل إعلان رضا المستفيدين، حيث تتسابق وزارات والجهات الحكومية عدة على إصدار الإحصاءات الأسبوعية والشهرية عن خدماتها وإنجازاتها، فيما تتجاهل إعلان أرقام ونسب المستفيدين من تلك الخدمات سواء عبر مواقع إلكترونية أو فروعها. صحيفة الوطن رصدت خلال 2019 نحو 12 وزارة وجهة قدمت أكثر من نحو 551 إحصاء عن خدماتها فيما لم تصدر ما وثق نسب الرضا. دكتور تركي، يعني تسابق الوزارات والجهات الحكومية وهو حق مشروع لأي جهة حكومية سواء حتى أيضا في القطاع الخاص إصدار خدماتها وإنجازاتها التي هي موجهة للمستفيد، ولكن في مسألة تتجاهل إعلان نسبة الرضا أو نسبة المستفيد، يعني في بعضهم يقول له والله أنا ودي أشوف الجهات الحكومية، يمكن في بعض الجهات الحكومية تقول أنا ما بقطاع خاص عشان أعلن رضا المستفيدين عشان يجوني ناس، لكن أنا أصل إنجازاتي. تعليقك. تعليقي انه يعني من حق اي جهه طبعا انها توضح او تبين للمراجعين والجمهور انجازاتها وكذا، لكن ايضا يجب الا تتجاهل رضا المستفيدين من خدماتها. طيب ماذا يستفيد المستفيد، يعني المراجع مثلا في رضا يشوف عرض المستفيد؟ طبعا هذا يؤكد اولا ثقه الجهه بنفسها وبخدماتها، ويؤكد ايضا انه احترام الجهه للمراجع، انه انا كون اني انا اذكر نسب رضا المتعاملين او المراجعين مع خدماتي فهذا منتهى الثقه، وهذا ايضا يكون في احترام متبادل بين المراجع وبين الجهه المعنيه. فما يمنع انه الان نعيش نحن في عصر الشفافيه، نحن نعيش في عصر احترام المراجع واحترام صحيح. المواطن، فيجب ان ايضا اشير الى مدى رضا المراجع على خدماتي على اساس اقوم بتطويرها صحيح. لانه فعلا لما الكل يعلم انه هذه ملاحظات او هذه اوجه قصور في الجهه المعنيه، فسوف الجهه المعنيه سوف تحرص اكثر على ان تتلافى مثل هذه الملاحظات وتعمل على تطوير خدماتها بما يرضي المراجع. وبالتالي لا ارى انه ما يمنع الجهه من ان تشير ايضا في احصاءاتها عن انجازاتها عن نسبة رضا المراجعين على خدماتها. جميل جدا. أستاذ حامد، يعني استثناء وحيد من هيئة الطيران المدني التي يعني دابت على إعلان رضا المستفيدين من خدمات المطارات شهريا، لماذا لا تطبق بعض هذا الجهات هذا المعيار يعني من قبل هيئة الطيران المدني، وهل هناك أسباب على هذا التجاهل؟ أعتقد أن من أهم الأسباب أن تكون في كل وزارة يعني مرتبطة بجهة محايدة ليست من نفس الوزارة هي التي تضع هذه الإحصائيات وتضع مدى رضا المراجع وغيرها. نشاهد جميع هذه الوزارات تبحث عن الإحصائيات المتعلقة بالإيجابية، أكثر من 551 إحصائية من لـ 12 وزارة، لا أعتقد أنها هي صوت المواطن وصوت المراجع لهذه الجهات. جميل. بس بنعم ولا بس عشان الوقت، هل تتفق ان هناك يعني تجاهل مقصود او تجاهل غير مقصود من قبل الجهات؟ ربما البعض منها مقصود. جميل جدا. الاستاذ حامد الرفاعي الصحفي في صحيفه المدينه، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا وحضورك في حلقه اليوم. شكرا لك. ايضا اشكرك الدكتور تركي العيار استاذ الاعلام بجامعه الملك سعود، شكرا جزيلا لك على قبولك وتحديدك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وقبل الختام تقبلوا تحياتي وتحيا الطاقم العمل. الى اللقاء.